السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة بخصوص المسافة بين نقطتين في مستوى الإحداثيات. أول حاجة المسافة بين، عشان نفهم حاجة حاجة، نبقى أول حاجة المسافة بين نقطتين على شعاع. شعاع يعني إيه؟ يعني ليه نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. الشعاع ده عندي هيكون أفق، ادي نقطة بدايته وادي نقطة نهايته. هنعمل نقطة بدايته هو الصفر وفي اتجاه اليمين ودوبل جميع الأعداد اللي عندنا. ده ايه دون الشعاع بتاع ايه؟ فاكرينه بتاع خط مجموعة الأعداد الطبيعية. عندي النقطة ألف وب وجيم بيمثلها أعداد 9 و5 و3. يبقى هروح أمثل الألف عند 9 والب عند 5 والجيم عند 3. هيطلب مني هنا بقى طول ألف ب، مسافة بين نقطتين. أدي قطعة مستقيمة ألف ب، عندي قطعة مستقيمة ايه؟ ألف ب هي جزء من الشعاع. خلاص، قطعة مستقيمة ألف ب جزء من الشعاع، عايز طول القطعة المستقيمة ألف ب. طيب تعال نقيس طولها من على الشعاع على طول، هنلاقي 1 2 3 4، يبقى طول ألف ب 4 وحدات. أو بطريقة تانية، هي نقطة البداية عندي بتاع القطعة المستقيمة ايه؟ ألف، ونقطة النهاية عندي ايه؟ ب. تعال نشوف كده، ألف مش ألف هو 9 ناقص ب اللي هي 5، تلاقي مساوي ايه؟ 4 وحدات. يبقى طريقة تانية، بدل ما أعد المسافة من بين ألف وب، إن أنا أجيب نقطة البداية عندي اللي هي 9 ناقص نقطة النهاية عندي اللي هي ب اللي هي 5، وأطرحهم من بعض يدوني المسافة من بينهم. ده هيفيدني طبعا لما يكون ألف بتمثلها عدد من الأعداد الكبيرة وب بيمثلها عدد من الأعداد الكبير، ساعتها مش هعرف أقيس المسافة من بينهم، يبقى هطرح ما بينهم وبعد هعرف المسافة بالوحدات. نفس الحكاية، طالب مني طول القطعة المستقيمة ألف ديم. هروح أجيب القطعة المستقيمة ألف ديم، عندي نقطة البداية بتاعتي ألف اللي هي 9 ناقص نقطة النهاية عندي ديم اللي هي 3، 9 ناقص 3 على طول هعرف ان هي 6 وحدات من غير معد. يبقى اساسا احنا عملنا، جبنا المسافة من بين ألف وب عن طريق العد، ولما جبنا مسافة عن طريق العد قلنا لما الأعداد تكبر ساعتها بقى هنستخدم ايه؟ الطرح. خلاص بقى هنبطل بقى العد ما بين ألف وب، نعد ما بين ألف وب، وساعتها هنبدأ ايه؟ نطرح نقطة النهاية ناقص نقطة البداية. يبقى لازم الناتر، وهو مطلوب مني طول، يبقى لازم الناتر عندي هيكون ايه؟ موجب، عشان احنا بنعد مجموعة اعداد ايه؟ العد. لازم الناتر يكون عندي ايه؟ موجب. خلاص، يبقى مثلا من بين نقطتين هو احداث نقطة النهاية ناقص احداث نقطة البداية. طب اذا كان الشعاع ده رأس، يا ترى هيفرق؟ تعال نشوف كده، ادي عندي شعاع رأسي والف وب دي بتمثلهم نفس الاعداد، وشعاع عندي بالمنظر الرأسي ده اهو الاعداد عليها. تيجي نحدد الالف وب والجيم، هحدد الالف اهو عند 9 والب عند 5 والجيم عند 3. طب هو انا هرتب دي المسافة من بينهم عن طريق ايه؟ ان انا بطرح. يا ترى لما هطرحهم هم في شعاع افقي غير لما هطرحهم هم في شعاع رأسي؟ تعال نشوف، نقطة البداية عندي 9 ناقص نقطة النهاية عندي 5 بيساوي 4 وحدات. وألف جيم القطعة المستقيمة ألف جيم، البداية عندي 9 النهاية عندي 3، يبقى بيساوي 6 وحدات. يبقى هي نفس الحكاية، يبقى المسافة بين ألف وب ومسافة بين ألف وديم في شعاع أفقي هو نفس المسافة بينهم بعض في شعاع رأس. طيب المسافة إحداثيات بقى، مستوى إحداثيات. يعني ايه مستوى إحداثيات؟ هو اتحاد الشعاعين دول مع بعض، أو تقاطع الشعاعين مع بعض وبتقف عند النقطة صفر. ألف وب وديم دلوقتي مش هتمثلهم نقط، مش هيمثلهم عدد، هيمثلهم زوج مرتب، زوج في الإحداث السيني والإحداث الصادي. أدي هو سيني وأدي هو صادي، وأدي الأعداد على الأفق وأدي الأعداد على الرأسي. ألف هيمثلهم الزوج المرتب 8 و3. نحدد كده، ألف عندنا 8 و3، 8 و3 ده ألف.
ب عندي ذو المرتب 5 و3، ب عندي 5 و3 وده ب، ج 5 و7، 5 و7. طب يا ترى بقى هنجيب المسافة بينهم ازاي؟ طالب هنا عندي طول القطعة المستقيمة ألف ب، بيقول إحداثي نقطة البداية ناقص إحداثي نقطة النهاية. طب نقطة البداية عندي مين هنا؟ نقطة البداية عندي ب والنهاية عندي ألف. طب إزاي بقى؟ إزاي البداية عندي ب والنهاية عندي ألف؟ هو ده مش شعاع بيبدأ من عند الصفر، هو ده مش شعاع بيبدأ من عند الصفر وبينتهي عند وبيبتدي في اتجاه اليمين. طيب يبقى هو هيبدأ من عند ال ب ولا هيبدأ من عند الألف الأول لما نيجي نرسم القطعة المستقيمة؟ هيبدأ من عند ال ب وهيتجه في اتجاه اليمين، هيوصل لغاية الألف. والقطعة المستقيمة دي كأنها على شعاع بيوازي محور السينات، يبقى نقطة البداية عندي ب ناقص نقطة النهاية عندي ألف. نبص على ذو المرتب ألف بتاع ألف ونبص على ذو المرتب بتاع ب، هلاقي إن الصادات متشابهين 3 و3، يبقى هطرح السينات اللي هي 8 ناقص 5 يبقى بيساوي 3 سنتي. طول ب د، طول ب د، طالب طول ب د نقطة البداية عندي فين بقى؟ مش هي على شعاع رأسي؟ طيب يبقى نقطة البداية عندي ب ونقطة النهاية عندي د بيساوي نقطة الطول ما بينهم بيساوي إحداث نقطة النهاية ناقص إحداث نقطة البداية. إحداث نقطة النهاية د ناقص إحداث نقطة البداية اللي هو ب. نقطة النهاية عندي د اللي هو 7 ناقص نقطة النهاية عندي ب اللي هو 3. 7 ناقص 3 بيساوي 4 سنتي. عرفنا ازاي نجيب المسافة بين نقطتين في مستوى احداثيات الاعداد الطبيعية؟ يجي بعد كده المسافة بين نقطتين على خط مستقيم. ادي عندي خط مستقيم والف وب وديم بتمثلهم الاعداد دي. خط مستقيم اللي هو بتاع الاعداد الصحيحة، يعني في اعداد موجبة واعداد سالبة. الف بيمثلها -4، يعني حاجة عند -4 هنا، واقول هنا مكان الف. الب بتمثل عند التلات، هاجي عند الب هنا واقول الب واقفة عند التلات. الديم واقفة عند -2، عند -2 وديم. طالب مني طول الف ب، طول القطعة المستقيمة الف ب، يا ترى بدايتها ايه؟ الف ونهايتها عند الب لانها على مستقيم، يعني لا البداية ولا النهاية. يبقى هبص على القطعة المستقيمة نفسها، عندي بتبتدي من اول الالف وبتنتهي من عند الب، يبقى احداث نقطة النهاية اللي هو الب اللي هي 3 ناقص احداث نقطة البداية اللي هو الالف اللي هو -4. طيب قلنا الناقص هنتعامل معاها لانها اشارة سالبة، ناقص في ناقص وموجب 4، يبقى 3 زائد 4 بيساوي 7، المسافة بينهم 7 سنتي. طالب تاني طول ب د، قطعة مستقيمة ب د احداث نقطة النهاية اللي هي د اللي هي -2 ناقص احداث نقطة البداية اللي هي ب اللي هي 3. لا المسافة ما بينهم -2 و -3 رمعوهم مع بعض يديني -5. طب يا ترى هو في طول بالسالب؟ لا طبعا مفيش طول بالسالب. يبقى عشان اجيب الطول او المسافة ما بينهم من بعض، تعالى كده نعدهم عشان نشوف ايه هنتصرف ايه في -5 دي. هنلاقي المسافة ما بين ب و د 1 2 3 4 5، يبقى انا بعمل هنا ايه؟ بعد. يبقى اللي عملته ساعة القيمة المطلقة لما لقيت نفسي بعد، طب ما ده يبقى ايه؟ مجموعة العد. يبقى هعمل ايه؟ اجيب القيمة المطلقة -5 عشان انا بستخدم اعداد العد. القيمة المطلقة -5 هلاقي عند المسافة بقت ما بينهم من بعض موجب، عشان الطول ما ينفعش طول يبقى بالسالب، يبقى طولهم من بعض 5 سنتي. يبقى في المختلف الشعاع عن الخط المستقيم في ان هنا بيبقى في عندي اعداد سالبة، يبقى عشان اتجنب الاشارة السالبة في الطول هجيب القيمة المطلقة لناتج طرح الاحداثيين مع بعض. طيب طول القطعة المستقيمة ألف ديم، القطعة المستقيمة ألف ديم بدايتها عند ألف ونهايتها عند الديم، يبقى إحداث نقطة النهاية اللي هو ديم -2 ناقص إحداث نقطة البداية اللي هو الألف اللي هو -4، يبقى -2 ناقص -4، ناتج جمعهم مع بعض سالب في سالب بموجب 4، وهنا -2
نترجمهم وبعد يديني اتنين اهي الاشارة مرابع الحمد لله. انما لو اشارة سالبة يبقى هجيب الناتج بالقيمة المطلقة. يبقى القانون بتاعنا بقى هنا ساعتها احداث نقطة النهاية ناقص احداث نقطة البداية، وبعد كده اجيب القيمة المطلقة لناتج طرحهم من بعض. طيب نيجي بقى على الاحداثيات اللي هو غطا قطع مستقيمين، مستقيم افقي مع مستقيم راسي. حط الاعداد بتاعتنا ساعتها اي نقطه في الاحداثيات بتعبر عنها عن طريق زوج مرتب، 4 و4، 4 وسالب 1، سالب 3 وسالب 2، سالب 3 و2. يلا نعبر بقى عن الالف. الف بيقول لك 4 و4، 4 و4 ده عندي الالف. ب ب أربعة وسالب واحد، ب أربعة وسالب واحد، د سالب تلاتة وسالب اتنين، سالب تلاتة وسالب اتنين، د سالب تلاتة واتنين، سالب تلاتة واتنين. عايز طول ألف ب وطول ج د، طول القطعة المستقيمة ألف ب وطول القطعة المستقيمة ج د. القطعة المستقيمة ألف ب القطعة المستقيمة رأسية، يبقى أحداث نقطة البداية ناقص أحداث نقطة النهاية، نقطة النهاية ناقص البداية، وأجيب القيمة المطلقة ليهم. القيمة المطلقة نقطة البداية النهاية عندي ب، هلاقي زر مرتب أربعة وسالب واحد، وزر مرتب للألف أربعة وأربعة، محور أحداث السنان شبه بعض، يبقى هطرح أحداثي الصادات. يبقى نقطة النهاية عندي ب، يبقى سالب واحد ناقص نقطة البداية عندي أربعة، يبقى ناقص أربعة. ناتج جمعهم مع بعض يدوني سالب خمسة، القيمة المطلقة بسالب خمسة هو خمسة سنتي. ج د نقطة النهاية ناقص نقطة البداية، والقيمة المطلقة بتاعتها نقطة النهاية د. هاخد الايه الاحداثيات المختلفة اللي هي اتنين ناقص سالب اتنين، سالب اتنين، نتجمعهم مع بعض هيطلع اتنين زائد اتنين يديني في الاخر اربعة سنتي. يبقى طول ألف ب خمسة سنتي وطول ج د أربعة سنتي. يبقى من هنا نستفيد إن المسافة بين نقطتين على شعاع أفقي أو شعاع رأسي بيبقى المسافة بتساوي أحداث نقطة النهاية ناقص أحداث نقطة البداية، وخط مستقيم نفس الحكاية بس بجيب القيمة المطلقة ليها. تمارين بقى، والتمارين دي مهمة وعلى طول بتيجي بنفس الشكل، يجيب لك إحداثيات ويجيب لك نقط توصل ما بينهم، يدوني شكل يقول لك هات مساحة الشكل أو هات مساحة الشكل أو يسألك أي سؤال على الشكل اللي انت هترسمه. أدي عندي أربع نقط ألف ب و ج و د، عايز طول ألف ب وطول ج د. ألف ب ألف أربعة واتنين، ألف أربعة واتنين، ب أربعة وستة، ب أربعة وستة، ج سالب اتنين وسالب اتنين، د سالب اتنين واتنين. ألف ب ج د أوصل ما بينهم هيداني شكل رباعي. شكل رباعي ده بمنظر عامل ازاي؟ متوازي أضلاع، يا إما متوازي أضلاع يا إما معين، لكن طالما أ ج لا يساوي د د يبقى الشكل الرباعي ده عندي اسمه ايه؟ متوازي أضلاع، إنما المعين لازم يكون أطوالهم كلها شبه قد بعضيها. دلوقتي بيقول لي أورد طول أ ب وطول ج د، طبيعي طالما متوازي أضلاع بالمنظر اللي عندي دون يبقى لازم تكون أ ب بتساوي ج د. تعال نشوف بقى عندي أ ب و د د قطعة مستقيمة، نقطة النهاية ناقص نقطة البداية، نقطة النهاية عندي ب وبتبتدي من عند الألف، النهاية دي ب، الإحداثيات بتاعتها زر المرتب بتاع ال ب أربعة وستة وزر المرتب بتاع الألف أربعة واتنين، نشيل المتشابهين ونطرح المختلفين، يبقى ستة ناقص اتنين يديني أربعة، يبقى طول أ ب أربعة سنتي. طول ج د، طول ايه ج د، ج د عندي اهو
ادي قيمة مطلقة ل ج ناقص د، نقطة النهاية عندي د، اشيل المتشابهين واطرح المختلفين. 2 ناقص سالب 2 هيطلع برضو الناتج عندي 4، يبقى القيمة المطلقة للأربعة هي 4 سنتي. يبقى ج ده اللي قلنا نفس طول ألف ب، لكن بالشكل كده بالمنظر اللي عندي إن ألف ب لا يساوي ب د، يبقى الشكل اللي عندي اسمه ايه؟ متوازي أضلاع. عايز مساحة الشكل، مساحة أي شكل رباعي هو طول القاعدة في الارتفاع. يبقى أنا هنا عايزة أعمل ارتفاع، هعمل من عند الألف ارتفاع على القاعدة جيم دال، يبقى عندي هنا الألف دال ده ارتفاع وجيم دال ده القاعدة بتاعته، خلاص. يبقى محتاجة إن دي طول ألف دال. طيب يبقى طول ألف دال بيساوي نقطة النهاية ناقص نقطة البداية، برضو نقطة النهاية بتاعت الدال. هبص على الألف والدال، فين المتشابهين؟ أشيلهم من دماغي خالص وأبص على المختلفين، يبقى سالب 2 ناقص 4. يلا عددين متشابهين الإشارة ناتج جمعهم يدوني سالب 6، يبقى بالقيمة المطلقة بتاعتها 6 سنتي. يبقى طول ألف دال بيساوي 6 سنتي، وأنا عندي طول جيم دال اللي هو 4، يبقى مساحة الشكل بيساوي 4 في 6 بيساوي 24 سنتي مربع. ليه؟ عشان خاطر ده مساحة شكل. وكده بنوصل لنهاية درسنا النهاردة، مع نفهم نتعلم ببساطة.